يسعد صباحكم مشاهدينا. فقرة لعبة وجد اليوم صورناها في إكسبو، حتكون اللعبة بين عوائل الأمهات والأبهات، حنشوف مين يعرف أكثر عن أطفاله، الأمهات ولا الأباء؟ تابعونا. نسأل الأستاذ عقيل عن أولاده، تعرف اسم مدرسة عبد الله؟ نعم، مدرسة السليمات. Sure, I do. It's دبي هايتس أكاديمي. مدرسة ما الفضل؟ الجود. وإيش اسم طبيبه تبع الأسنان؟ اسمه صلاح. إيش اسم طبيبه العام؟ I don't remember, sorry. But I know Miss Camila. Yeah. Well, they are called dentists. Oh, it's what's the name? I do know them. Crema and Crema. Crema and Crema. Yeah, Crema and Crema. Wallahi. طبيب الأسنان عبد الله. بأي صف الولد؟ صف أول. She's in grade two. Yeah, she's grade two. Grade two, yeah. Year three or year one? صف سابع وصف خامس وصف ثاني وهذه صف أول. شو اسم البست فريند تبعه؟ أيمن بست فريند شو كان اسمه؟ نورا. اسمها نورا؟ أو نايس. لا لا، في شخص ما لا 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 في شخص. شو اسمه؟ ماكسيم. صديقتها اسمها سارة. لا أيمن، في نوا، في زاك، آدم. For the older one, it's Annalena, and for the younger one, it's probably Johanna. عبد الله صديقة عبد العزيز. إجابات صحيحة ولا لا؟ صديقة. تعرف اسم تيتشر من تيتشر الأول والثاني؟ تيتشرز معلمات. أستاذ هون الير 3 أستاذ مستر ماكنالي، وهون أنستو مس دين. تعرف الأسامي أنت؟ أوكي. إنجريد. إنجريد. عنده هلا شو اسمها الآن؟ دفنة. She liked the I think she, you did like Frau Bauer. She was the art teacher. ايش تبغى تصير عايشة لما تكبر؟ عايشة تقول طبيبة. افا ايش تبي؟ مهندسة. تقريبا كل مرة الشكل بقوله. مرة شرطة بحب، مرة بس أكثر شيء شرطي يعني هون. شرطي أكثر شيء بحب. شرطي. عبد الله يبغى يكون، شو تبغى تكون عبد الله؟ لاعب. هون لسه لحد الآن الميول لسه مو باينة. بالنسبة للفيديو جيمز، تلعبوا فيديو جيمز؟ إيش اللعبة المفضلة عند عبد الله؟ لعبة بشكل عام يعني في السونية يلعب فيفا كورة. Favorite video game. She doesn't. Okay, cut. Roblox. Number one. طبعا. Well, you know, one is Fast and Furious number 7, and the other one is World Rally Championships. Yeah. It's totally not true. وعايشة ما تلعب يعني ألعابها مش إلكترونية. أشوف أفلام كرتون أكيد أنيميشن. Frozen. Frozen. Okay, Frozen. Yes, yes, okay. Beba Big. Beba Big. بحبه بنتين. بنتين؟ You like بنتين؟ Yeah. Yeah. نشاي يرفض عبد الله ياكله، ما ياكله من ضمن الأكل. ما ياكل مرات سمك. كل شيء. هذا كل شيء يرفضه. Juliana has a strong dislike for marzipan. You know, this almond paste in Germany. And the younger one actually eats everything that is sweet. وعائشة؟ عائشة تحب تأكل كل شيء. ما تحب تأكل اللحم.
الثاني يعني هلا عم يتعلم انه ما ياكل شيء مو صحي فبيرفض انه مو صحي يعني she eats almost everything but I think most of the time broccoli الاكله المفضله عنده يعني اكثر اكله يحب ياكلها بطاطا مقليه تشيكن ناجتس بحبه كثير بوزه كمان كلها خطايا ها كلها غلط باستا اند فرايد سوسج بيتزا بيتزا اوسو بيتزا شي لايكس بيتزا اوكي يو بريفير بيتزا اور وات بيتزا طيب ايش اكثر ماده يحبها عبد الله في المدرسه يحبه هو بشكل عام رياضه يعني رياضه بي اي ميوزك او فور جوليان رايت ناو she doesn't go to school anymore, but I think it was art. Both actually do like art very much. وعايشة تحب الرياضة نفس الشيء وتحب الإنجليزي. إجابة صحيحة؟ أيوة. Greeting. Yes. No, I think arts and Arabic. Yes. Arabic. Thank you. You were awesome. Thank you so much. أتمنى تكونوا استمتعتوا باللعبة معنا أنا شخصياً استمتعت وشوفكم الأسبوع الجاي يوم الأحد في لعب وجد.